And we are back for another episode for chat reaction تويشيات البارت الثاني من الالبوم ديال مستر ديب حاليا وغندخلوا للتراكات واحد التراك اللي كنتسنى بفارغ الصبر شرشبيل ارى لي يا اخويا شوفوا هذا الشرشبيل هذا بلاتي سير اخويا الله يقصروا اولد سكول بغيتهم شي يديروا شي تفرويح انا بغيت اولد سكول راه جبد ليا بيديروا بحال كيدير مع الفرده اون باسون سبعتون ولا يبدا اون باسون من احد الديسك اللي عزاز عليا في الالبوم ما قبل الاخر ديال الفرده هو مايك تشيك مع الديب اولد سكول الناس اللي جيسبر تكونوا سامعين وكافان ديال الديب مي عرفتي خرجوا فيه السموم ديال الاولد سكول ما كرهش هذا هو يكون في ذاك العيد جيت نفاري شي امور متجاسم ناس على البطانه وكناكل فراس الحاكم ميتافور شرشبين زهر وكاع القازم فيقني الديب من وسط القبر وقال لي مازال يا السبع مازال جيت نصاد وسط المرار نهار القمره غابت واو شحال ما سمعنا هاد سبعاتون واو جوانو بريكا جوانو بريكا عاد اليكم جوانو بريكا اوف 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 سير اخويا سير كان سمع صوته وسط الجبال وساكت يا عجبني اللون ناكش وبعلي فرح ونار غبرت الغابة دابا خيابش وصي خالي زعك من الجام وما كيتلافك سنيت حمام الخلا حمام الريف يجيب لي الجواب حال شي شجرة شاحفة ونبتة في جنب الواد جندي في قبره ميت نبشي عليه ودابا ناض اسمحوا لي اش داير الميتافور في هاد الشعر هادشي اللي بدا وراه قالها في اللون سمعتو كلمة ميتافور تقال عشان ديال الميتافور جندي ميت نمشي على القرب ديالو القبر ديالو غادي ينوض نو سافج جيت نعزي كاع لي مات وجيت نبدل الخطة فك السفينة فك فلوكي فك القوطان ميرسي جور طاف كيشي سخانة انفيك تاكليكم ريكورد جونتال خطبتك عند كلاونت اليوم ماشي سونتيمونتال فك المخرج والمنتج ولي كاتب تيتانيك سي فغي ماشي سونتيمونتال هادي باش يبين بانه باقي قاد يضرب لكم باقي قاد على هاد الهيت هذا باقي قاد يديرو ما تخافوش درتو ما وسط الجيم فك الفيتامين كاع كليتهم بسناني الاول والثاني مشيتي وجيت يا بلادي لقيتهم باقين في بلايص نور لو فك ليك لك انت يا بلا وقيس الاخر في القيس تيكي طاك الديب زياش والسبعة رومانسيس كيشي ورده وسط الروضة منسى غير صوت الليل عند ليب انا ما كرهتش كون سمعتهم ديما يبقى يلعب شي لعيبه بحال هكا في البوم في سينجل في لعيبات يدير الموسيقى كوميرسيال يدير فلوس مع راسو انا ماشي ضد ولكن مره لي فان ديالك لا باز فان ديالك هادشي اللي كتبغي لا باز فان ديالك ديما رجع لهم ديما كنقولها رجع لداك السين اللي عجبهم في اللوب هذيك الشيء اش كتبقى الكومونترات هو مكرهنا السبعاتون ديال مكرهش فرده ديال ما مكرهش الديب ديال وكيبداو يرجعوا حيت نهار عجبهم شي تراك هذاك السيل ما بقاش يبقى فيه بدا كيفولوي ومره مره سي بيان يرجع بنادم شي حاجه قديمه كاين حاجه في الطابلو كيودني راه غير كلام ثقيل كاع ما جيت وسط القطيع نابت غير في جنب الحيط مادفك عارف كنجيب البون شواف دماغ كنصونيش كل لي الو كنت قادر ندير الراب بلا ما نشوف شي حد دارو المبادئ ودير كرواحي كندير ديما كنتفاعل قبل ما هادي ترى الديب كنت نقدر ندير الراب بوحدي بلا ما يكون شي واحد دارو زعما هو غادي يخلق الراب حيت شي هادي شي واحد ما عمرو ما دار شي حاجه ودرت راه انت اللي غتبدا بشي انت اللي غتخلقها الديب كون ما كان تاد كان غادي يخلق الراب هو اللي قال مشاكل كاين الجهد اجي قبل ما نصلاعو في الراب داير بيكنيك قاضي بيك وكاتب تكست كنبدا في التكنيك في كل بانش لا يحسدك معايا السبعه فانديز حاطين في الطابله راب الصيك ستيلو ما هزينوش عباد حيت كبار منك كنوصيو ماشي فلاش غير في العقل سامح ما تنساش عقل غنديك معايا فضل حماق تال اعلى نقطه تهبل النقطه اللي قلت لكم كبيره عزيز علي يقول لبنان بانني مع غتصنت لي غادي ندي كلشي نقطه غادي نبدل لك دماغ غادي تفلاش لك دماغ
شي اللي كيدور ويرجع لهاد اللعيبه، لان ملي غتمسك الديب غادي ياثر لك في الفكر ديالك والافكار ديالك. الديب والدنيا غابه نفسيا كنهزت قول ناكل كلشي ولا بلاش هكا ما كنرضاش بقل الاسطوار ديالي مع ستيل والورقه كيجي كسبير الكارما جي بها ميزان ما عمري واجي حسبيه كل نهار كتب ليك رسائلي وكنعتذر حياتي كتاب وتاب فسيري كيفهمها اللي كيحتضر اللي شاف برا الكادر الكتاب والتفاسير وداكشي ديالك كيطلع خاص تكون سكرات الموت باش يلاه تفهم داكشي تدير جينا سكرات الموت ونديرو رياكشن على على الدين اللي عاش في كون اخر ديما الدم كيسبق وخوت ماشي هي برادرز ديما اللي تسحر مع الصغار يعول يصبح فاطر واللي طر المهم هادي ديالنا اللي تسحر مع البراش يطلع يصبح فاطر خوت ماشي هي برادرز واش هو هي راه هي الترجمه ديالها مي كاين خوك خوك وكاين داك اللي كتقول ليه واش اخويا وكاين خوك ديال بصح طرات طرات تقدر تستافد من النهار عايش في ريسك مع الحياه لعب الطوكار ومخاطر غير قلبي ماشي سروالي اللي غتشوف فيه تقاطع ما ديرش ثقه في الحياه وتبع رزقك واخا تهاجر ربي اللي عطاك اليوم قدر غدا يجليك تواضع كتجيك الحياه عسل وسمن اجي نحيد ليك الثمن باش تشوف الحقيقه ديالها وتعري الكتاف دمر صوتك يس كيعجبني انا اي رابر كيعاود يدور ويرجع لهاد اللعيبه هادي ديال الحياه والحقيقه ديالها ودير لي كاينه شي حاجه اليوم راه غدا ما تكونش ولا ما كانش حاجه غدا خدم عليها باش تكون بعد وغادا بحال هكا ما عمرك ما تهبطي ديك الخبز وخدم وضرب ضرب تماره ضرب تماره في هذه الحياه هذه ما كانتش حاجه كتجي سهله مالوغوزمون ولاو بزاف باغينا سهله ولاو بزاف كيتسناو تجي سهله حيت كيشوفوا هذوك نجحوا باغين حتى ينجحوا بالجلوس ما يمكنش ما يمكنش ابار لا بحتي شي ربحه ما كايناش ولا والديك شبعانين فلوس غادي يخليوك شي واش ما تبقى أدمر عليها معلم كيولا تريس فليسر سيئات كتجمع وعرف روحك اللي كتبكي لك انت شي حاجة كتسمع باقي قاع ما قلت عيس وخاف جبال كنتسلق دير راسك ناسي واخا عارف النعجم اللي كتعلق الحياة قصيرة عيشها ريل ما كيلاش غتملق ولفنا الكسورة صاحبي ما بقات حتى حاجة كتقلق اي ديب مافوكر ديب مافوكر يس بي ريل بي ريل كن حقيقي كن حقيقي في الحياة ما عمرك ما تلوى ولا شي لعيبه ما تحاولش تكون شي واحد الشخص باش تعجب واحد الفئه ديال الناس حيت واخا تعجبهم وانت كتمثل خاصك تبقى ديما تمثل نهار غيطلع لك تمثيل فراس وتقول لا صافي بغيت نرجع للحقيقه ديالي صافي كلهم ما غيفهموا ويقول لك تبدلتي انت ماشي هو والسور الصحبه ما تبقاش حيت هما عجبتيهم على ديك الشخصيه اللي كذبتي في الاول بون غادي يخرج التراك هنايا شرشبيل جميل غيانا ديخ غيانا ديخ في شرشبيل انتخلود لانتخلود 01 سير بون الخدمة ديال سكيزو لحد الساعة ما بيهاش سكيزو غنية على التعريف خدمة زوينة غادي غادي زاز لحد الساعة الخدمة اللي خدامها كتبان ليا كتبان ليا لوجيك قانونية لحد الساعة الخدمة ديال سكيزو يا 94 شهر 7 جيت للدنيا ما شاورونيش مريض تحيل بساتشين 526 تزاديت في سبيطار الدرب كي كاع ولاد المساكين خارج كنبكي حيت عارف الدنيا كامله مشاكل جبال الاطلس تبور شوف اش خرجت مكرش امي الوالد كان فنان قصايد بالعود يغني الوالد اوه هذه جديده المعلومه هذه ما كناش عارفين الوالد ديالو كان كيكسب القصايد ونهار نهار كان غيتزاد الاطلس كله تزازع كاين شي اوغو كثر من كاين شي شغان حيا حيت مات وخوتي قبل مني مي راه حباتني الدنيا وبغات نعيشها جمي كبرت في دروبه كان جري مع العشران غير غادي بقيت مخاري مع جني حيت باس من الابتدائي فلقنا وتفلقنا لعبنا كشكاش وعلقنا ديني فري ترومبيه وفي عاشوره فرادات الماء ما كانش النيت ولا سمارت فون الواقع كان زوين وهضرت الدار ناس بكري باش تفيق غدا اثنين بون هادي نوستالجي تراك هذا نوستالجي بالنسبه لشنو مدوز في حياته وشنو هذا والصغر
وحنا المهم واحد لا جينيراسيون سي نورمال كيصل الانسان واحد الوقيته ديال الاغبيه عبر الثلاثينات كتبدا من نوستالجي كدا شحال عبر الثلاثينات كتقرب الثلاثينات كتفوت فهاد المرحله هذه كتبدا تفكر كيجيك الحنين للماضي فاش كنا صغار تعقل داكشي تبدا ما بقاش هادي ما بقاش هادي غير الوقت الوقت كتزيد انت ما بقيتش بداك العمر اللي كنتي كدير فيه داكشي داكشي علاش ما كيبقاش بالك داكشي مابقاش كيدار رغم ان بزاف اللي تبدل مع هادشي ديال التكنولوجيا هادشي ما بقاش بالدراري الصغار في الزنقه بزاف داكشي اللي كبرنا عليه حنا ما بقاش تراه الساك خشي وسطول كراسة البردي شق السبعان وانا في طريق المدرسة دازو ايام وجات ايام كلش حمال في طواكي بدا يقيسني ريح الراب وبديت نكتب فراقي تما كميت اول قار وتما بدات البسالة تما كلشي بدا يعواج مقلوب المعادلة تلاقينا رفاق السوء تحت ما بغي يقرا والدينا كيكا وبدات خياب نضرا كتجيب شي تعازل شي رفاق السوء تعاد في امه مهم عرفنا السميه ديال الليسي وعرفنا دابا كيعاودنا على حياته هادي جو بونس اول مره يديرنا هاد اللعيبه هادي مستر الطيب وهادي هذا ميساج لي فان هادي اللي باغيين يعرفوا اكثر على الرابر المفضل ديالو سمح لينا من نوم حيت كان عندهم الحق حيت من غير القرايه ماشي لاي واحد غاد صدق من تما وانا زاد مفاد الراب تال دابا كديت الباك وبقيت معاشر الكتابه داخل دماغي مكتابه كان خويها غاف سقيل بقيت معاشر جواني ستوديو صغير الليل بيات ميكس تيبات شحال البيفات كنت خير راسي وسط الرينج لابس اللي قات ودابا التاريخ هدايا كيتباعو بيا الروابط الاخر ماعرفتش واش باقي هادشي دابا هادشي ديال البيفات وهادشي ديال بلا المطلقة وهادشي شحال شحال اللي كان باركي سبينا هو قريب لنا هنا كانوا كيجمعو الدريرة كيذكرو الفردة بزاف كانوا كيجمعو الروابط ديال كازا بزاف هنا وكانوا لي بيف كانوا لي باطل بيناتهم كنت وقت اخرى ما عرفتش باقي داك الهيج بين الروابط دابا ولا لا عطيك البوم هذا الثاني في الكاريير عفت على رايبي ما كاينش عندي مارشارير يا ديب ما فوكو خرج بهم كل ما كيطيح الليل كيجوني افكار كيشعل في دماغي بيل كندوز كيت شاش على اللي دماغه تقيل بوحدي كندوي في الثقيل ما تبعش القال والقيل في القاموس ما عنديش نقيل في القاموس ما عنديش نقيل سي فغي ما كنقولش من الروابط اللي ما عمرهم ما نقلوا لا حتى لعيبه جيسبر ديبي يلعب على ما عرفتش بحال الكتبه كاينه كلشي هو هذا ما كرهتوش يزعم كثر في هذا الالبوم هذا ما كرهتش المهم حنا باقيين الله في النص عندي خطاب جاي باغي نلقاه وغنمشي يا ندير موسيقى بلا قانون تصوري محروقين في كانون نسيت الافلام اللي كانوا دعيت الله كاع ما كان عرف امون جاوبني دغيا تا هو جاوبني دغيا المهم ديك البداية كانت كتشبه مي هنا عاوتاني تبدل الهيت سي فغي الهيت هذا هو الهيت ديال الديب ولكن او موا ما يكونوش التراكات كاملين كيتشابهوا في السيلة دابا هنا عاوتاني حنا مشينا لواحد الهيت اخرى عاوتاني سير اخويا هادشي اللي كان بغاس عندك النمل في شي حاجة كنكره هادشي الا كان شي البوم شي حاجة نكره نسمع شي حاجة تبدا تعاود ولا يجيب لي الله بحال كنسمع نفس الحاجة سير اخويا الدنيا عرضة وسط الصالون جرينا مور مالو بانون بالجوع الناس تموت في الماروك والفلوس كتخسر في البالون تناقض هو سير الحياة المشاكل كيزيدوني الطاقة خليت روحي في الموسيقى وشي آية الورد ديالي كيدبل في الباقة وكثير الخلود الناس ما بغاش تموت تأثير الظروف كيخليك تبان كلون مبغاوش يموت وكلشي غادي يموت كلشي لا واحد الحاجة اللي لاحظت الديب ما عندوش مع كورة قالك بين واحد البارتي ودابا والفلوس كيتخسروا في كره وهادي ما يقولش شي واحد اللي عزيز عليه كره ولا شي شي قبيله قالك ما نفرقش ما بين ميا غري وماش كنا ولا اخر شي قال شي ممثل ولا شي مغني ولا شي شي باش يكونفيرم الكره هو والرياضه هو كره القدم ما عندوش معاه وبين غير يكون كيكره لانك كتكلخ بنادم وهادي حيت كتاخذ بزاف ديال الوقت ماتش ب
بساتين روج اهل كيسولو على السلوك منظمات الصحه كتبيع السموم مساطير وقانون ومول شكاره كيهدموا في الساس وكيبنيو الضاله قد الدماغ عاد تزوق الحاله طوزه وفيقت القراص في مزاله في الطبيعه تزيد تنقص شي مرتبه اسفل السلم وفوقك سحابه ورقم داد مول الزريعه مكتابه فوق قابل الدرب غير الهش وطابه الزنقره الزنقه ما عرفتش باقا كتربي ولا لا دابا والله ما عرفتش باقا كتربي ودابا اصلا حتى التربيه غدا كتنقص انا صراحه كنعتذر لجينيراسيون الصغار وهاد لجينيراسيون طالعين التربيه بدات كتبان بان غدا كتنقص هاش حاجه حنا كنا كالاحترام بين واحد كبر منك في الدار ولا شي حاجه كتحشم دابا مابقاش بنادم كيحشم مابقاش ديك التربيه ديك الهزه ديال العين ولا كل شيء هادي تبدلات الوقت طوار ما كتساليش اللي دخل كيريس كيما غيخرج سالم السلم اللي كان موجب ولا سالي بالذنب اللي دار وباقي مفعلو ساري اسطوار وافلام رابال صالي العنف والسحور وشي اقزام خالي الوقت كرخاص خليك انت غالي انصف الفرص ما تسولش بالي دماغي رمتي ريح المنجنيق قلبي فوندا وسط موجه غارق ما كاينش فارق ما كاينش صديق جيب شي برمائي راه كلشي غارق سي مالوغو مي كاع الروابا كيعاودو يرجعو لهاد اللعيبه ديال ما كاين الصديق اللعيبه تريس بزاف والله تريس اكثر من بازات هادو راه اون فوا كيولي قد يكون عشيرك وتبدا انت وياه انت تصدق ليك وهو ما تصدقش ليه يولي ما يبقاش يجاوبك وتولي واحد الشوفه اخرى ولا واحد اللعيبات هادي وشحال من صحبه كتبدل مع الوقت حيت كتولي تفهم انت راسك اكثر وصاحبك كيكون كتعرفو من الصغر ملي كتكبر انت وياه هو افكاره ما كتبقاش كومباتيبل معاه وكيطرى الكونفليك في البلاد والشعب يقول آلي كل شي فرحان حيوان آلي مختلف ما تقول ليش خالف تعرف عندي أنا أفعال تعرف باللغة تسجد وتخلص ليا أجرة لدفلت في الأرض غادي تشوف تشوط ناطلة حطيت رجلي غادي تشوف البحر فا حطيت رجلي طبيت وطلع غي سطين عارتي واحد الإيغو تريب عنده بزاف إلا تزاديت الأطلس غيدير ها بوحدي اللي كاين في الكون حطيت رجلي غينوض التور خويا الديب تكيس علينا واش كيس علينا خويا الديب غادي تشوف الحماق فاق غادي تشوف شكرا غادي يخرج التراك بحال هكا نحبسوا هاد الفيديو هادي عاوتاني وصلنا 20 دقيقه كدوز دغيا شحال باقي واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه تراكات باقي بان لي بارت 2 بارت 4 وهاد لاباري كتقول لي الباتري ما مشارجيش خاصني نجلس نشارجي هاد يعني على فيلم صافي اليوم ما غاتشوفوا هادشي حتى 12 الليل على اي شكرا للناس اللي تفرجوا في هذا البارتو ونتلاقاو في بارتي أبرس.